وزير يسوي تدوير على رؤساء القطاعات النفطية ولا ما هذا، يقولوا له يلا اقضب الباب النفط، هذا الموظفين ما يبونك. يا شو سالجة هاني حسين الله يذكره بالخير قبل لا يطلع ثلاثة أيام مسوي أكبر عملية تدوير في مؤسسة النفط. بس كان في اتفاق يبدو، لكن هذا في الحالة بعاصم عنده خلاف. اتفاق بالنهاية القرار يصدر الوزير وهذا سلطة الوزير. أنا ما يعني قاعد أقول لك هو الوضع قريب، الوضع يعني عجيب، الوضع إحنا ما شفنا مثله. موظفين يشلون وزير زين، هذا ديمقراطية، هاي ديمقراطية مو ديمقراطية، هذا سطوة، هذا انقلاب على القانون وسيادة القانون. انت تبي هذا الوزير قدم له، يقدموا له يشيلون اعضاء مجلس الامه، يقدموا له استجواب، يقدموا له كذا اذا كان هو متجاوز ولا لكن موظفين ينقلهم ويسوي تدوير ولا هذا يقول لا ما نبي، مو كيفه يا انزين. لا وبعدين يجيك رئيس الوزراء يقول لا هذا قرار مو نافذ، هذا قرار ما قال رئيس الوزراء والله، يقولون احنا طالع من الصحافه، الصحافه تقول ان بلغوا ان القرار، بلغوا القيادات النفطيه ان القرار مو نافذ يلا بس.